استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لصاحب الجلالة الملك المعظم وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني في قصر الصخير مساء أمس المهنئين من أهالي محافظة المحرق بمناسبة شهر رمضان المبارك. وذلك في إطار اللقاءات التي يحرص على عقدها جلالته مع المواطنين الكرام من مختلف محافظات المملكة في هذا الشهر الفضيل. وتشرف الأهالي بالسلام على جلالة الملك المعظم معربين عن خالص التهنئة والتبريك بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على جلالته بوافر الصحة والسعادة وطول العمر وعلى المملكة وشعبها الوفي، وهي تنعم بمزيد من الخير والتقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وتوجه بجزيل الشكر وبالغ الامتنان لجلالته لما تشهده محافظة المحرق بفضل توجيهات جلالته السامية من العديد من المشروعات والبرامج الخدمية والتنموية والإسكانية الكبرى. بعدها رحب حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بالجميع وبادلهم التهنئة بشهر رمضان المبارك. وأعرب جلالته عن اعتزازه بدور أبناء مدينة المحرق العريقة في إرساء دعائم النهضة الشاملة في البحرين وإسهاماتهم المشهود لها بكل اعتزاز وتقدير في مسيرة العمل الوطني بالتكاتف مع إخوانهم من أبناء المملكة، منوها رعاه الله بأن مدينة المحرق لها إسهامات كبيرة في تاريخ البحرين العريق في كل المجالات والميادين. وأكد صاحب الجلالة أن شهر رمضان الفضيل هو مناسبة طيبة تتعزز فيها قيم التواصل والتكاتف والتآلف والتراحم والتي امتاز بها أهل البحرين عبر تاريخهم القديم والمعاصر، مشيدا جلالته بما يحققه أبناء المملكة من نجاحات عديدة في مختلف المجالات والقطاعات وبما يتمتعون به من صفات العزيمة والإصرار، مضيفا رعاه الله بأنهم أثبتوا في كل المواقف والمراحل في مسيرة الوطن حرصهم الدائم على خدمة بلادهم بكل إخلاص وتفان. كما أكد جلالة الملك المعظم أن المملكة تمضي قدما في مسيرة البناء والتنمية والتطوير في جميع محافظاتها لتحقيق تطلعات أبنائها وتلبية كافة احتياجاتهم، سائلا المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر المبارك على المواطنين والمقيمين بالخير والمسرات، وأن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز والإسهام في تحقيق كل ما ننشده له من نمو وتقدم ورقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على مملكة البحرين وشعبها بالخير واليمن والبركات، في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة سيدي أيدكم الله ورعاكم. خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أما الآن مع كلمة أهالي محافظة المحرق يلقيها نيابة عنهم الدكتور خالد جاسم بنطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفرحتي إذ جئت أمثل عندكم قرب الثريا لا يطال مقامكم، وفرحتي إني أمثل عصبة أهل المحرق
من يماثل حبكم. إنه لشرف عظيم أن أقف بين يدي جلالتكم، أيدكم الله ورعاكم في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان الفضيل، ممثلاً عن أهالي محافظة المحرق الكرام، لأرفع إلى مقام جلالتكم السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات. بهذه المناسبة داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالتكم بوافر الصحة والسعادة، وعلى شعبكم الوفي بدوام الأمن والأمان والتطور والازدهار في ظل عهدكم الزاهر، مجددين لكم يا صاحب الجلالة بيعة الولاء والطاعة التي أمرنا الله عز وجل بها في كتابه العزيز بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سيدي جلالة الملك المعظم، المحرق حضن وحصن، حضن ضم الأوائل من صناع تاريخ البحرين التليد، فانطلقت من المحرق إشعاعات النصر والعزة والعلم والأدب والثقافة، وهي حصن، حصن صد موجات المعتدين الآثمين على مدى التاريخ. المحرق جزيرة تغنى بها الشعراء وصيغت في تراثها الحكايات، وهي ملحمة بكل ما تعنيه الكلمة من معان. هي كتاب سطرت على مبانيه الأثرية، وفي أسواقه وطرقاته ومبانيه قصة بدايتها التاريخ وبلا نهاية. سيدي صاحب الجلالة، إن جهود جلالتكم في عهدكم الزاهر، والتي تشكل مرحلة مفصلية من تاريخ مملكة البحرين التي عظمت فيها المنجزات ونجحت في تخطي العقبات والظروف كافة التي مرت بها المنطقة بكل حكمة واقتدار، نستذكر في هذا المقام اهتمام جلالتكم وحرصكم الدائم على نشر مبادئ التسامح والتعايش السلمي والحوار بين الأديان والمذاهب، والتي كانت إحدى ثمراتها الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمملكة البحرين، تلبية لدعوة جلالتكم الكريمة والمشاركة في ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين. والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجهوده المثمرة في قيادة فريق البحرين لخلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار والتميز والاستثمار في الشباب البحريني. كما نثمن الدور الكبير الذي ينهض به المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في تقدم المرأة البحرينية على المستويات كافة المحلية والإقليمية والعالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إن أهالي المحرق يرفعون لمقام جلالتكم أسمى التهاني وأطيب تبريكات لما تحقق في عهدكم الزاهر من إنجازات متميزة على الأصعدة كافة، خاصة تلك الإنجازات الرياضية التي حققتها المملكة مؤخراً في بطولة العالم للقدرة بفوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمركز الأول، مشيدين بدوره سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. إننا في هذا المقام نثمن وبكل اعتزاز ما وصلت إليه قوة دفاعنا الباسلة والحرس الوطني ووزارة الداخلية من مستويات قتالية وأمنية متطورة، حيث سجلت هذه المؤسسات التي نفخر بها جميعاً ملامح وملاحم وطنية
محل تقدير واعتزاز من الجميع. نستذكر بهذه المناسبة شهداءنا الأبرار الذين سطروا أروع وأسمى التضحيات في سبيل الذود عن تراب هذا الوطن الغالي. سيدي جلالة الملك المعظم، في ظل الإنجازات التنموية والاقتصادية التي نعيشها في مملكة البحرين، تنفيذاً لخطط التعافي الاقتصادي، لا بد من الإشارة إلى ما تحقق من إنجازات كبرى، أبرزها افتتاح مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، ونجاح المملكة في تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 باكورة السباقات الموسم 2023، ونيل الثقة العالمية في استضافة البحرين لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي 46 بعد المئة، وفوز ابن مدينة الحد من محافظة المحرق معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيساً لاجتماعات الجمعية العامة. سيدي حضرة صاحب الجلالة المعظم، فيها هذه هي المحرق، وهؤلاء هم رجالاتها، باقون على العهد الذي قطعوه على أنفسهم والذي تشربت به أرواحهم لمواصلة البذل والعطاء والتضحية والوفاء والإخلاص والولاء لقيادته الحكيمة والمساهمة في بناء الوطن وعزته وكرامته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم تشرف السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق بتقديم هدية تذكارية إلى جلالة الملك المعظم بهذه المناسبة. وعقب تشرف أهالي المحرق بلقاء جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، رفع السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق باسمه وباسم جميع أهالي المحافظة خالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم على تفضل جلالته باستقبال أهالي محافظة المحرق. وأكد المحافظ أن هذه الزيارة تعتبر تشريفاً عظيماً لكافة أهالي مدن وقرى المحافظة الذين رفعوا من خلالها أسمى آيات التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدين على حرص واهتمام جلالته بلقاء الأهالي في جميع المناسبات وعلى عمق العلاقة التي تربط بين القائد وشعبه. وأضاف محافظ المحرق بأن الأهالي تشرفوا بالسلام على جلالة الملك المعظم في لقاء ورفعوا مشاعر الحب والولاء والانتماء، مؤكدين على مواصلة مسيرة التنمية والرخاء والتطور والازدهار الذي تحقق بفضل الرؤية الحكيمة والثاقبة لجلالة الملك وبجهود حثيثة وتنفيذية من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.